السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ألوغ اليوم إن شاء الله غادي نديرو كور جديد بالنسبة للناس ديال بخوميير باكالوريا على الموقع www.exomaroc.com. ألوغ هاد الكور سي سامبلومون نشوفو اللي فيه لا سيركوي إلكتريك. نشوفو فيه أول حاجة وهي لا ريسيبتور سكو واسطة الريسيبتور، ونشوفو واحد لوكا من هاد الريسيبتور هذا. سي سامبلومون غادي نشوفو جينيراتور. سي سامبلومون درس ساهل بزاف، بسيط بزاف. الوغ قبل ما نشوفوا هاد لي دوني كاملين، ضروري اننا نراجعوا السيركوي الكتريك اللي قرينا في السانكيام، يعني سي كوا سا لو كورون، سي كوا سا لو طونسيون، اكسيتيرا، لا لوا دو اوم. دونك هادشي خاصنا نكونوا عارفينو. الوغ نعرفوا في ساع بسرعه سي كوا سا لو كورون. الوغ الا رسمنا حنايا واحد فيل الكتريك، يعني واحد السلك، عندنا واحد السلك بحال هكا على شكل اسطوانه، وسط هذا السلك هذا نحطوا لي زيليكترونات، لي زيليكترونات بحال قلتي حجره الضوء اكزومبل الكترونات صافي. الوغ هاد لي زيليكترونات كاينين وسط هذا السلك، هذا السلك هذا الوغ الا قسنا ما دي ما نحسوا لا بالضوء لا بوالو. هنايا ما كاينش التيار الكهربائي. تسولني علاش ما كاينش التيار الكهربائي؟ لان كنعرفوا ان الشحنه ديال لي زيليكترون، هاد الشحن، هاد الحركه ديال عفوا الحركه ديال لي زيليكترون كتكون عشوائيه. دونك هاد الالكترون هادي يقدر يمشي هكا، هادا يقدر يطلع الفوق، هادا يهبط هكا، هادا يهبط هكا، هادا يمشي هكا، هادا حيت كنجمعو لا كونتيتي كامله كنلقاو انها كتساوي صفر. سامبلومون حيت كنحسبو التيار هنايا كنلقاو انه ايكال زيرو، لان ما كاينش واحد اتجاه موحد. شكون هو لو كورو؟ لو كورو هو الديبلاسمون ديال لا شارج، هي حركه لا شارج. الا هاد لا شارج كامله اللي عندنا تحركات حركه موحده، كيشكلوا لنا واحد التيار كهربائي. دونك باش يوقع هادشي شنو كيديروا؟ كنحاولوا اننا نربطوا هذا بواحد البطاريه. دونك هنايا بوزيتيف وهنايا نيجاتيف، دونك هذه بطاريه سي سامبلومون. دابا عندنا بوزيتيف والنيجاتيف. شكون هو لا شارج ديال الالكترونات؟ سالبه. السالب مع الموجب اش كيوقع له؟ اتراكسيون، تجاذب. يعني هادشي هادو كاملين كيوليو كيمشيو عند الموجب، كتولي عندهم حركه موحده، ما كتبقاش عشوائيه. لان النيجاتيف مع البوزيتيف اش كيوقع له؟ تجاذب. سي تري بيان. اما بالنسبه للطرف الثاني وهو النيجاتيف مع النيجاتيف، تنافر، كيبعدوا من النيجاتيف وكيمشيو للبوزيتيف. دونك كيكون الاتجاه ديال، ماشي حيت تشوف الاتجاه ديال لي زيليكترون ماشي هو نورمالمون الاتجاه ديال التيار، كيكون عكس اتجاه التيار باش حنا كنمثلو. هو في الحقيقه راه لي زيليكترونات كيمشيو في هذا الاتجاه، ياك في هذا الاتجاه، ولكن حنا حيت كنمثلو التيار عكس اتجاه لي زيليكترونات. علاش؟ لان هذا التيار كيكون ديما اتجاه نفس الاتجاه مع الاتجاه ديال المجال الالكتروستاتيك، لو شون الكتروستاتيك. حيت كنعرفوا ان لو شون الكتروستاتيك كيكون من البلوس حتى للموان ديما، هذا هو لو شون الكتروستاتيك، كيرمزوا له بو ماشي لو طونسيون. هذا كيتسمى لو شون الكتروستاتيك، وهذا تقراو ان شاء الله من بعد البكالوري، ان شاء الله تقراو هذا لو شون الكتروستاتيك وتعمقوا فيه. الوغ بالنسبه لو طونسيون، لو طونسيون كيكون عكس الاتجاه ديال لو كورون، كيكون عكس الاتجاه ديال اش ديال هذا لو شون الكتروستاتيك، كيكون هكا. دونك هذا هو لا طونسيون. سي تري بيان. هذا واحد الرابيل بسيط بالنسبه سي كوا سا، منين جات هاد لو كورون لو طونسيون. دونك حنا جوج حاجات خاصنا نركزو عليهم، لو كورون لو طونسيون. لو كورون اي اش كيساوي؟ كيساوي لا كونتيتي الكتريسيتي، يعني لا شارج كيو كي لا كونتيتي كي مقسومه على المده الزمنيه دلتا تي. هذه بروميير غولاسيون خاص تكون ضابطها عندنا. ان اكزومبل الا جينا مثلنا حنايا هنايا، الوغ نحيدو هاد ليكزومبل هذا باش نفهمو مزيان. الوغ جينا هنايا مثلنا اكزومبل بحال هكا، ثنائي قطب بحال هكا، وهادي بوان ا وهادي بوان بي، وقلنا ان هذا هو لو طونسيون من ا بي. دونك ديما كنشوفو السهم، الحرف اللي كاين في الاتجاه ديال السهم هو باش كنبداو هنايا. دونك هادي حتى هي مهمه بزاف، شحال من واحد كيغلط بها. ديما كنشوفو السهم مع الحرف كنبداو هنا ا بي، وكي كان في الاتجاه اخر نديرو بي ا. سي تري بيان. فحيث ان لا طونسيون
UAB كيساوي لنا V2، هادي راه U كنكتلوها ب U، دونك U كتساوي لنا VA ناقص VB، صافي. دونك حتى هادشي مهم. لا لوا دو اوم اش كتقول لنا؟ كتقول لنا بالنسبة للريزيستونس كتكون عندنا واحد الريزيستونس R، واحد المقاومة R، ريزيستونس R سي سامبلومون كيكون لا كورون ديالو مرم هكا. اي كنعرفوا ان المقاومه كيكون الاتجاه ديال لو كورون كيكون عكس الاتجاه ديال لو طونسيون، وهذا الطونسيون اي، فيعني انه اي اشنو كتساوي؟ كتساوي لنا ار في اي، وهذه هي لوا دو اوم. دونك حتى هذه نحتاجوها في الشرح نتاعنا، دونك ضروري سي تري بيان. الوغ هادي كتسمى لوا دو اوم، سي بيان. هادو سي رابيل بسيط باش ندخلو اكزاكتومون الكود. اول حاجة نقراوها وهي سي كوا سا ريسيبتور. سي كوا سا ريسيبتور؟ ريسيبتور هو مستقبل، اي واحد كيستقبل لنا واحد لينيرجي الكتريك، يعني طاقة كهربائية، وكيعطينا طاقة أخرى كنسميوه مستقبل، صافي كنسميوه ريسيبتور. ريسيبتور أن ديبول، ديبول يعني ثنائي قطب، ثنائي قطب يعني أنه ثنائي قطب، عنده جوج أقطاب، على القطب الأول على القطب الثاني التمثيل ديالو ثنائي القطب. غصوة لو انرجي الكتريك الى الى كون كونفيرتي، يعني انه كيحولنا اون 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 اوتر فورم دو انرجي اون بلو لو انرجي تيرميك. دونك اشنو كيدير؟ كيحولنا الانرجي الكتريك ان طاقه الكهربائيه، كيحولناها لاوتر انرجي كما كانت اوتر انرجي بلوس زائد انرجي تيرميك زائد الطاقه الحراريه. يعني الى جينا نشرحو سي كوا سا ريسيبتور، سي سامبلومون كيحولنا الطاقه الكهربائيه الى طاقه اخرى زائد طاقه حراريه، يعني ان الانرجي تيرميك ديما خاصها تكون، صافي بالنسبه للريسيبتور سي تري بيان. يعني كيحولنا لطاقه اخرى بلس طاقه حراريه، هذا هو كيتسمى الريسيبتور. كنمثلو بحال هكا التمثيل ديالو، الا مثلنا ان التيار الكهربائي كيدوز من هذا الاتجاه، التيار الكهربائي الا كان داخل ديما في المستقبلات، يعني الريسيبتور كيكون التيار الكهربائي عكس اتجاه لو طونسيون. يعني الا جينا نمثلو الطونسيون، الا قلنا هادي بوان ا وهادي بي، لا طونسيون كيكون عكسها وهي U دو A B. ركز معايا، شوف الاتجاه ديال السهم هنايا والاتجاه ديال لو كورون، سي تري بيان. دابا شرحنا دابا التمثيل، سي بيان، شرحنا سكوا سا ريسيبتور يعني كيحولنا الى شكل اخر من الطاقه، صافي، زائد طاقه حراريه، سي تري بيان، طاقه كهربائيه كيحولنا الى شكل اخر من الطاقه وكيحولنا الى طاقه. الوغ نكملوا الكور، وصلنا للريسيبتور. دونك راه طفات الكاميرا، معليش. شرحنا سي كوا سا ريسيبتور وشرحنا السيمبول ديال لا ريسيبتور، دابا غادي نشوفوا لو انرجي ريسي باغ ريسيبتور. الوغ لو انرجي ريسي يعني الطاقه المكتسبه، يعني الطاقه الكهربائيه المكتسبه، يعني نشوفوا الطاقه الكهربائيه المكتسبه بالنسبه لهاد الريسيبتور، سي تري بيان. حيت كنقولوا الطاقه الكهربائيه المكتسبه في واحد المده، يعني في واحد الدوغي، يعني واحد المده زمنيه، يعني هاد الريسيبتور هادي اكتسب لنا واحد الطاقه في واحد المده 5 سكوند، ماشي هي 10 سكوند، ماشي هي جوج سكوند، دونك غادي تكون مختلفة. داكشي علاش كنديرو دلتا تي في المعادلة، لو فارياسيون دو تي، صافي سي بيان. الوغ لينيرجي ريسي كنرمزو لها باش بالدوبل في، الوحدة ديالها وهي الجول، سي سامبلومون هاد المعادلة كتحفظ، صافي. دوبل في اش كتساوي لنا؟ كتساوي لنا او. سي كوا سا او؟ اي وهي لا طونسيون، طونسيون اون فولت، الوحدة ديالها بالفولت، سي بيان. عندنا الطونسيون ديال هاد الريسيبتور فاش في لو كورون، لو كورون المار من ها هو اي، عندنا لو كورون ها هو لو طونسيون، لو كورون اي في يو ا بي في المده الزمنيه اللي غادي يعطيها لك البروف دلتا تي.
حيت يقولك حسب لينيرجي دو روسي، دونك نورمالمون غادي يعطيك واحد المدة زمنية سي، يقدر يعطيك بالساعة، يقدر يعطيك بالمينوت، يقدر يعطيك بأي حاجة، دونك انت خاصك تحولها لسكونت. بالنسبة للوحدات آخر في آخر فيديو غادي نطرقوا للوحدات ونشرحوهم مزيان، صافي سي تخي بيان. الوغ ثالث حاجة نشوفوها هي لا بويسونس، لا بويسونس إلكتريك، حيت كنقولوا لا بويسونس إلكتريك راه هي لينيرجي ريسي بار ريسيبتور بالنسبة لأن سكوند، بالنسبة لأن سكوند صافي. إلا درنا دلتا تي كتساوي لنا أن سكوند، يعني تعطينا دلتا تي كتساوي لنا أن، غتولي دوبل في كتساوي أو في إي fois 1 يعني U في I، la même chose. Donc la puissance P مكتكونش هي متعلقة بالزمن، دونك كتكون U la tension فاش في لو كورون، سي تخي بيان. La tension بالفولت و لو كورون بالأمبير و la puissance باش بالواط، سي تخي بيان الواط. Alors نكملوا بالنسبه للوحدات كما العاده حتى الاخر فيديو نتطرقوا لهم. الوغ دابا شرحنا سي كوا سا ريسيبتور، مازالين حنا في لا ريسيبتور، غادي نشوف واحد لوكا من لا ريسيبتور، صافي واحد لوكا من لا ريسيبتور. شكون هو الريسيبتور؟ قلنا الريسيبتور وهو اللي كيحول لنا الانيرجي الكتريك الى واحد الاوتر فورم دو انيرجي، يعني واحد الشكل من شكل واحد الشكل اخر من الانيرجي بلوس زائد لينيرجي تيرميك، يعني كيحولها لنا هاد الطاقة الكهربائية كيحولها لنا لواحد الطاقة وإلا شكل آخر من الطاقة زائد طاقة حرارية، سي بيان. ولكن حيت نشوفوا هاد لوكا وهو لا كونديكتور أوميك، كونديكتور أوميك راه هو ريسيبتور ولكن واحد لوكا منه، يعني أن هذا أش كيدير؟ كيحول لنا توت لو انرجي الكتريك لاش الانرجي تيرميك، يعني جميع الطاقه اللي عطيناه، يعني الطاقه الكهربائيه كامله اللي عطيناه له كيحولها لنا لطاقه حراريه شي سامبل، وهذا حتى هو كيتسمى ريسيبتور، صافي حتى هو كيتسمى ريسيبتور، غير يعني واحد لوكا لانه هو كيحول لنا جميع الطاقه لطاقه حراريه. اما اون جينيرال لا ريسيبتور كيحولها لطاقه اخرى زائد طاقه حراريه، سي تري بيان. اما بالنسبه لا كونديكتور اوميك كيحول لنا ترانسفورمي توت لو انرجي الكتريك اون انرجي تيرميك، كيحولها لنا الانرجي تيرميك. ومن المميزات ديال لا كونديكتور اوميك وهو انه كيتكون من الريزيستانس، كيتكون من المقاومه، انا محيوها ونعطيو التمثيل، هذا هو التمثيل ديال اش ديال الكونديكتور، كتبوها هنايا كونديكتور، وي كونديكتور اوميك، اوميك سي بيان. لا كونديكتور اوميك حتى هو كما كنقولوا انه ثنائي القطب، ثنائي القطب، وقلنا انه حتى هو ريسيبتور، لا كونديكتور اوميك حتى هو ريسيبتور، يعني كيمر منه اي وكيعطينا لا طونسيون عكس هذا نسميوها اي، سي تري بيان. غير الفرق هو ان هاد لا كونديكتور اوميك يتكون من الريزيستانس، يعني نقدروا نعوضوها بار، هادي نعتبروها ريزيستانس، يعني هنايا نقدروا نطبقوا لا لوا دو اوم، الى نسميوها بوان ا وهادي بوان بي، يعني هادي اي AB سي بيان، لا طونسيون او AB، يعني هنا نقدروا نطبقوا لوا دو اوم، سي تري بيان. اشنو كتقول لنا لوا دو اوم؟ لوا دو اوم سي بيان، لوا دو اوم كتقول لنا ان او AB ايغال ار في اي، صافي سي سامبلومون. لا كونديكتور اوميك راه هو ريزيستانس، غير الفرق بيناتهم ان هاد لا كونديكتور اوميك نقدروا نطبقوا فيه لا لوا دو اوم، اما الريسيبتور اون جينيرال ماشي كاملين غادي نطبقوا فيهم لا لوا دو اوم، غير لا كونديكتور اوميك صافي بوحدهم اللي نقدروا نطبقوا فيهم لا لوا دو اوم. دونك هنايا عندنا ان اوميغا شكون دوبل في عفوا دوبل في او، وهي لو انرجي ريسي،
بالنسبة لا كونديكتور اوميك شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا او ابي فوا اي فوا دلتا تي. هادشي قريناه في راه هاهي لو انيرجي ريسيب بار ريسيبتور، وهاد لا كونديكتور اوميك راه ريسيبتور، دونك لا غولاسيون صحيحه. غير ان هادي نقدروا نزيدوها، دونك اشنو كتساوي لنا؟ نقدروا هاد او ابي نحولوها لاش الار اي حسب لا لوا دو اوم، يعني نحولوها الار اي ونضربوها في اي في دلتا تي، دونك تعطينا ار في اي او كاري في دلتا تي. دونك هنايا نقدروا اننا نزيدوا معادله اخرى نقدروا نستعملوها بالنسبه للكونديكتور، هي ار اي او كاري دلتا تي، سي تري بيان. ولكن هذه ما نقدروش نخدموها اون جينيرال بالنسبه للريسيبتور، غير بالنسبه لا كونديكتور اوميك لوكا من لوكا ديال الريسيبتور، سي تري بيان. الوغ بالنسبه للبويسونس لا ميم شوز، نفس الغولاسيون، لا بويسونس بي بي او كنساوي اي، وهي لا تونسيون ان بي فوا اي. دونك هاد لا تونسيون او ابي نقدروا نعوضوها ب ار اي، لا لوا دو اوم فوا اي، دونك تعطينا ار في اي او كاري، سي تري بيان. دونك نجيو هنايا غادي نروبلاسيوها هنايا تعطينا ار في اي او كاري، سي تري بيان. حيت نسمعو لا كونديكتور اوميك كنعرفو اننا نقدرو نطبقو لا لوا دو اوم، يعني عبارة على ريزيستونس، كنعتبروها ريزيستونس اون جينيرال، صافي سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتو هاد البارتي مزيان. بالنسبة للوحدات قلنا حتى الاخر نديرو تحويل الوحدات لانهم مهمين بزاف. الوغ نحيو هادشي ونشوفو اخر حاجة وهي جينيراتور. جينيراتور هو مولد، سي سامبلومون جينيراتور مولد، ريزيستونس مستقبل، غير من الاسماء ديالهم وكتعرف الفرق. سي بيان، قلنا ان الريسيبتور اشنو كيشدنا كيحولنا، كنعطيوه واحد لينيرجي الكتريك، كنعطيوه واحد الطاقة كهربائية وكيحولنا لطاقة أخرى، طاقة حرارية اكسيتيرا. جينيراتور لا، جينيراتور اشنو كيدير؟ كيشدنا واحد الطاقة أخرى، بحال اش؟ بحال طاقة شمسية، طاقة ريحية اكسيتيرا، هادي شدها لنا وهادي حولها لنا لطاقة كهربائية، صافي. هو نقراو ديفينيسيون ديالنا. جينيراتور اي اون ديبول، يعني ثنائي قطب، غنرسموها، هو ثنائي قطب، ها هو ثنائي قطب. دونك الجينيراتور ما كنمثلولوش بحال هكا، عفوا كنمثلوه بحال هكا الجينيراتور، ها هو ثنائي قطب، ها القطب الاول، ها القطب الاول. علاش كنمثلو هكا؟ حيت كيعطينا واحد الانيرجي الكتريك، كنرمزو له هكا. راه كاين بزاف د الرموز، غير انكم نتوما في السيزيام عندكم هذا الرمز، هذا هو الموحد، هذا هو اللي كتخدموا عليه، صافي سي بيان. الوغ نسميو هاد البوان هادي بي وهادي ان، كما عندكم في الكور، صافي بي ان، سي تري بيان. الوغ اشنو قلنا؟ قلنا انه ثنائي القطب، ها هو ثنائي القطب، سي تري بيان. كونفيرتي اون انيرجي الكتريك ا اوتر فورم دو انرجي، سي بيان، يعني كيحول لنا لديك انرجي بحال دي طاقه ريحيه اكسيتيرا لانرجي الكتريك، سي تري بيان. الوغ غير هنايا هنا اشنو قلنا؟ ان هذا الجينيراتور كيعطينا طاقه، يعني كيعطينا كورون، يعني راه غادي يكون خارج منه، اللي ها هو رسموه، لان هذا كيعطينا انرجي الكتريك، يعني غادي يكون تيار خارج من نهائي، سي تري بيان. الوغ هنايا واحد الحاجة مهمة بالنسبة للطونسيون، طونسيون بالنسبة للريسيبتور كنقولو عكس اتجاه لو كورون، ولكن بالنسبة للجينيراتور لا ميم اتجاه، صافي نفس الاتجاه، يعني لا طونسيون نفس الاتجاه، يو بي ان كيكون في نفس الاتجاه. هذه ملاحظة مهمة بزاف، سي تري بيان. بالنسبة ل سي سامبلومون هذا هو التعريف، تعريف بسيط. الوغ بالنسبة إلى بغينا نحسبو لينيرجي غيسي باغ باغ لا جينيراتور، لينيرجي غيسي باغ لا جينيراتور بالنسبة
الجينيراتور اشنو غتكون؟ غتكون حتى هي لا ميم شوز اوميغا او كتساوي لنا او بي ان بالنسبه للجينيراتور فوا او بي ان فوا اي في دلتا تي ما غادي تغير والو. وبالنسبه للبويسونس لا ميم شوز بي او كتساوي لنا او بي ان فاش في اي دونك ما تغيرنا والو في الجينيراتور لا ميم شوز بالنسبه للريسيبتور بالنسبه للغولاسيون ديالنا سي تري بيان. الوغ غنحيو هادشي ونشوفو دابا التحويلات المهمه اهم تحويل كيعطيو لكم نتوما هما سكوند ساعه المينوت سي سامبلومون. عندنا ان واحد ساعه هتو كتساوي لنا 60 مينوت كتساوي لنا شحال 3600 سكوند سي بيان. يقدر يعطيك بالمينوت حتى خاصك تحول السكوند في هذه المعادلات كاملين. بالنسبه للفولت الامبير الجول الواط هادو كاملين كيخدموا في هاد لامي في هاد القاعده كامله كيخدموا. شوف معايا هاد القاعده هادي غنكتبوها هنايا انت ميلي كاين ميلي كاين ميكرو ميكرو كاين نانو 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 سي بيان كاين الكيلو كاين الكيلو كاين الميغا ميغا ميغا كاين الجيجا الجيجا سي تري بيان. الو علاش كتبت لكم هادو؟ لانهم كاملين كيخدموا. الا خدمنا بالنسبه نعطيو اكزومبل الجول كتجي انت هنايا ميلي جول كتجي تكتب ميلي جول ها هي ميلي جول ميكرو جول نانو جول اكسيتيرا كيلو جول ميغا جول جيجا جول اكسيتيرا صافي. الو شحال كتعطينا؟ هاي واحد ميغا جول واحد ميغا جول شحال كتساوي لنا؟ واحد ميغا جول كتساوي لنا 10 اس ناقص 3 جول. نتمنى انكم فهمتوها. واحد ميكرو ميكرو كنرمزو لها بي بحال هكا ميكرو ميكرو جول واحد ميكرو جول شحال كيساوي 10 اس ناقص 6 جول. واحد نانو جول هادي واحد واحد نانو جول كيساوي لنا 10 اس ناقص 9 جول صافي. واحد كيلو جول واحد كيلو جول دونك عاوتاني هنا العكس عاوتاني كتزيد تكبر اس 3 جول. هنايا واحد ميغا جول ام كبيره هكا هادي ام كبيره هادي ام صغيره ركز معايا كتساوي 10 اس 6 جول. وهنا واحد شنو ورا الميغا وراها الجيجا جيجا جول كتساوي 10 اس 9 جول سي تري بيان. لا ميم شوز بالنسبه للفولت اكسيتيرا نختار عاوتاني الفولت صافي فولت غتمحي هاد جول 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 هاد جول جول تحيدهم لا ميم شوز نفس العلاقه كتخدم. اشنو غادي نديرو بلاصتها؟ غنديرو بلاصتها بحال الفولت فولت 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 سي تري بيان. ميلي فولت ميلي في هنايا عاوتاني بلاصه الجي غنحطو في ميلي في فولت. واحد ميلي فولت كيساوي 10 اس ناقص 3 فولت لا ميم شوز. واحد ميكرو ميكرو فولت كيساوي 10 ناقص 6 فولت. واحد نانو فولت كيساوي 10 ناقص 9 فولت. واحد كيلو فولت كيساوي 10 اس 3 فولت. واحد ميجا فولت كيساوي 10 اس 6 فولت. واحد جيجا فولت كيساوي 10 اس 9 فولت. لا ميم شوز بالنسبه لاش الامبير لا ميم شوز تجي تكتب امبير امبير امبير. واحد ميلي امبير كيساوي لنا 10 اس ناقص 3 امبير. واحد نانو ميكرو امبير كيساوي لنا 10 اس ناقص 6 امبير. واحد نانو هادي ميكرو هادي نانو نانو امبير كيساوي 10 اس ناقص 9 امبير اكسيتيرا حتى نوصلو جيجا جيجا امبير كيساوي لنا
واحد جيجا امبير كيساوي لنا 10 اس 9 امبير. سي تري بيان. الوغ قلنا قاعده وحده كتحفظ على هاد الغولاسيون كاملين بثلاثه، وهنا قليل فاش كيعطيك تحول قليل. اي لا بغا البروفي، ولكن انت خاصك تركز، خاصك الوحده تضبطو لانها تحتاجهم اصلا هاد العام والعام الجاي. دونك هاد اللوكا هادي كاملين، خاصه هادي حتى هي تحتاجها بزاف. واحد اوتور 660 مينوت 3600 سكوند. سي تري بيان. الوغ بالنسبه للوحدات دابا ضبطنا المسائل الوحدات كلشي. دونك نتمنى لكم، نتمنى انكم فهمتوا هذا. بالنسبه للوحده بحال قلتي بحال شنو، بحال صافي هادو هما اللي كاينين. دونك خدمنا جميع الوحدات، الجول فولت امبير سكوند الواط، حتى الواط لا ميم شوز، نفس بالنسبه للواط حتى هو نفس الخدمه. بالنسبه للميلي ميكرو نانو كيلو ميجا جيجا، حتى هو الواط حتى هو نفس الخدمه بالنسبه ليهم. الوغ نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم، ونتمنى لكم فهمتوا هاد البارتي مزيان. ان شاء الله نتلاقاو في التكمله ديال ليكور ان شاء الله. نتمنى لكم حظ موفق في الدراسه ديالكم.